ايه ده؟ خلاص كده؟ اه العينه دي هاخدها عشان ابعتها لمعمل التحليل، يعني تاخد لها اسبوع 10 ايام، بس هي في الحقيقه مش هيبقى ليها قيمه لو عملها لك لوحدك، عشان كده لازم ناخد عينه من والدتك. طب انت كده هتبقى عايز عينه من ميرفت ولا فريده؟ مش فارقه، يعني لو انت مليكه يبقى النتيجه دي هتبقى ايجابيه بالنسبه لميرفت وسلبيه بالنسبه لفريده وهكذا. ماشي، بس احنا كنا متفقين ان الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك، بس دلوقتي كده انا لازم اقول لواحده فيهم. الافضل ان هو يكون ما بيننا فعلا، يعني يا ريت يكون الكلام ده سر ما بيني وبينك بس. ماشي، بس انا كده هجيب لك العينه ازاي؟ الدي ان ايه موجود في كل خلايا الجسم، يعني انا محتاج من اي واحده فيهم مجرد شعرايه وهبعتها عشان تتحلل. اوكي، والتحليل ده برضو هياخد نفس الوقت، يعني من 7 ل 10 ايام مش كده؟ بالظبط، عشان كده كل ما كنا اسرع كل ما كان احسن. انا عايز بس انبه عليكي في حاجه، الكلام ده فيه خطر كبير جدا عليا، يعني لو اتعرف ممكن يسحبوا مني رخصه مزاوله المهنه واحتمال كبير يحبسوني، يعني عشان بتعامل مع مريض عندي بشكل شخصي مش مهني. انا عمري ما هضرك وانا مصدقك.